احنا نعرف انه في رسائل يرسلها الفم كدليل انه في مشكلة عميقة في الجسم. خلينا نتكلم عن الرسائل هذه، ايش انواعها؟ في كثير رسائل، لو نتكلم على اشياء شائعة مثل رائحة الفم الكريهة. ورائحة الفم الكريهة صراحة واحدة من الأشياء اللي تؤثر على الإنسان وعلى المجتمع اللي حوله، وأسبابها يتكون من الفم أو من الجسم. من الفم عادة تكون عدم العناية في الفم، وجود تكلسات جيرية، أو لا سمح الله بقايا من الأكل حول الأسنان بسبب عدم استخدام الخيط السني. وفي أشياء تنتج بسبب الجسور وبسبب تقليل اللعاب في الفم يعني. هذه بشكل عام ممكن أنه نتفاداها عن طريق التنظيف وعن طريق العناية في الأسنان، وعادة ترجع لوضعها الطبيعي. في جزء ثاني له علاقة بالجهاز الهضمي، وخاصة الأشياء اللي زي اللي فيها جرثومة المعدة، وهذه بكتيريا نوعها اسمها H. pylori تتزامن بعض الأحيان مع وجود حموضة أو ارتجاع مريء، وهذه يمكن الكشف عنها عن طريق الفحوصات دم أو سواب، وتنتهي برضو بكورس من مضادات حيوية.